أجرى صلاح الدين مزوار وزير الشؤون الخارجية والتعاون يوم الثلاثاء بالرباط مباحثات مع وفد عن منتدى رؤساء برلمانات أمريكا الوسطى والكاريبي يقوده هنري مورا خيمينيز رئيس الجمعية التشريعية لدولة كوستاريكا. رؤساء الدول رؤساء عفوا البرلمانات الحاضرة اليوم كلهم أكدوا بشكل صريح دعمهم للوحدة الترابية للبلد في اتجاه دعم مسلسل التفاوضي، وكذلك في اتجاه القناعة المشتركة بأن مقومات الدول اليوم تعتمد أساساً على الاحترام المتبادل وعلى ضرورة تقوية أسس بناء علاقات جنوب-جنوب قوية. إنني أشيد بالإصلاحات الكبرى التي باشرتها المملكة في جميع المجالات، لا سيما فيما يتعلق بحقوق الإنسان والمرأة. وعلى الصعيد الاقتصادي، سيفتتح المكسيك مكتباً تجارياً في الدار البيضاء، وذلك لتعزيز شراكته الاقتصادية والتجارية والسياحية مع المملكة. وأضاف مزوار أن هذا اللقاء يشكل مناسبة للتأكيد مجدداً على الإرادة والاهتمام الذي يوليه المغرب لتعزيز العلاقة مع المكسيك وبلدان أمريكا الوسطى والكاريبي التي تربطها بالمغرب علاقات مؤسساتية واقتصادية وثقافية.